البارح مع السباق لتولوت، سباق لتولوت كنا حالين المحلات كنترزقوا الله يعني رصيف. اما كي عندنا جوج سوايع ديال العشيه اللي كنخدموهم يعني من ربعه السبعه هما اللي الناس كيهبطوا كياخذوا السلع مع عندنا كنترزقوا الله. يعني حاطين السلع على برا قريب فوق البيت هنا قريب 100 كيلو ولا ديال السلع كانت محطوطه على برا. الحلوى يعني بريوات المحنشه واحد شويه شتنا عافيه شعلت. السبب ديالها السبب خويا كيقول لك الضو، يعني الضو حنا ما عندناش، يعني حنا الضو ما عندناش مثلو مردوم ولا يعني الخيطان دايرينهم غير فوق السطوحه عريانين. يعني واحد شويه كنشوفوا الضو كيطرطق، هي الحاجه الوحيده اللي هي اللي درناها هي طفينا غير المكنه ديال الضو وخرجنا. يعني السلعه ديال برا يعني سمحنا فيها، هبطت الريدو وخلي السلعه ديال برا خليتها. يعني حتى الناس كانوا هنا شي موحدين يعني راك عارف نساوها بزاف. واش كاين عندي الخدامه هنايا هربت؟ لا لا خرجت بحالتها، انا عاود غير هبطت الريدو مشيت بحال بقيت لي هربت على المحل. لقينا فوقاش رجعتي للمحل ديالك فاش كان الحريق؟ يعني تسال الحريق قريب من 9 دخلت لمحالي. يعني بقيت نشوف انا هذاك الشيء اللي كان محطوط على برا حتى حاجه ما جبرتها وكلشي مشات. شكرا اخويا، ونطلبوا الله ربي غير ما كانوش ارواح وما كان الانسان مشى سالم وما كلشي كيخلفوا الله تعالى سبحانه.